طبعا يعطيك العافية. اليوم عندنا درس اسمه رسم الكوربة أو الكيرف أو التقاطع بدون توقف وبدون قوانين. يعني أنا مش طالب منك قوانين سير، هذا حرفتي لازم توقفي وتنتبهي وتطلعي. التارجت في الدرس هذا مش كيف أتعامل مع القانون، كيف أتعامل مع الكوربة. فرضا وليس جدلا، كل الكوربات اللي بجهة اليمين إلي أنا رئيسي، أنا مش رئيسي هون، أنا فرعي، بس أنا بحكي فرضا وليس جدلا، لأنه التارجت من الدرس كيف ترسمي. أنا هذا الدرس بسميه رسم الكوربة، كيف برسم الكوربة. بعد ما فهمتك وعلمتك وين العجل اليمين بالنسبة للسائق هون، وإنه السيارة من حجمي، وإنه هاي شاشة السيطرة، إليك كالآتي: طول السيارة من طولي وعرض السيارة من عرض كتافي، هاي القاعدة الرابعة بقواعد السيطرة، ولا أنا غلطان؟ تمام. على سرعة 10 مطلوب منك ترسمي لكل الكوربات بالمبادئ التأسيسية اللي تعلمناها فيما سبق. كيف؟ بوجه إجري اليمين على الزاوية، زاوية التقاطع، بدون ما أوقف، بس أحس إجري فاتوا على الشارع ألف. طب متى عدل؟ لما يبين الشارع معي آخر الشارع يبين على مستواي بعدل. أعيد بنزين بالله لو سمحت، لا تلمسي الستيرينج، بنزين ما بديك تلمسي الستيرينج، أنا اللي بلمس الستيرينج، أنا اللي بشتغل عبين ما أعطيك الدرس. كم سرعتك؟ نزلي ليها العشرة شوي شوي، كمان عشرة، عشرة كمان بريك، شيل يجريك على البريك، هيني ملاصق للزاوية. هالآن لفيت لأنه دخلت السيارة على الكوربة، وعدلت لما شفت آخر الشارع بطريقة سر الستيرينج، اللي هي أنه الستيرينج يرجع لحاله مش أنا رجعه. بنزين طبعا من فن السواقة القاعدة اللي بتحكي لف الستيرينج عليه والتعديل عليه، يعني أنا بلف هو بيعدل. بدي أوريك إياها الآن. كم سرعتك؟ 20. طيب قبل ما أصل التقاطع أعطينيها 10، غمازة يمين بالله لو سمحتي. بدي إياها الدرس كثير بطيء، بدي أنا أتعلم فن الرسم كيف أعيد وراء الخطوط الحافة. طلع هاي الكلمة اللي هي اللف علي، هاي بلف أنا، طلع كيف بعدل الستيرينج، طلعي طلع كيف بعدل الستيرينج مع آخر الشارع، طلعي مع بعض نفس اللحظة. أنا رجعت الستيرينج بيدي ولا هو رجع لحاله؟ بس بتحكم مني. مش بتذكري درس الستيرينج قلت لك إني أنا برخي إيدي ترخي على الستيرينج، بس ما بشيل إيدي عنه، بظني لامسه، وهو هون سر الحركة، هون سر الستيرينج إنك تضلك لامستي. جربي ترسمي كوربة نفس ما رسمت لك أنا مرتين. أوكي، امسكي الستيرينج. كم سرعتك؟ 10. هاي ارسميها على 10 عمهلك. هاي هالزاوية، شايف من الزاوية من مسرب الذهاب لمسرب الذهاب، هاي الشارع لفي عليه، يلا لفي كمان، طلع آخر الشارع بيّن، فكي استقيمي هيك جسمك دغري ولا رايحين نضرب الحجار؟ تطلع على الأرض ولا على شاشة السيطرة أنتي؟ شاشة السيطرة. يلا مش مشكلة، مشيرك يا شاشة السيطرة. غماز يمين، بريك خفيف عشان تنزل السرعة لعشرة، كمان كمان بريك، شيل رجلك على البريك وارسميها. يلا لا غلط، شو الغلط؟ ما فهمت يا ستي، غلطتي انه انت ما لفيت الستيرنج ولا صمتي، مع انه القاعدة بتقول لك مجرد دخول اجرك بداية الشارع لفي. هسه بطلع علي عشان نكون فاهمين على بعض، تمام؟ لو مش طول السيارة من طولي، هاي اجريكي شايفيتهم بالنسبة للحافة، اجرك واصل الحافة؟ طيب إذا قيم إجريك هيك، لا هيك هيك اللي هيك إجريك على مستوى الحافة. طيب السؤال اللي بعده، إجريك دخلوا على الشارع نعم أم لا؟ هون بلف الستيرينج، مش بفوت لجوة وبظني بس من راسي لجوة، لا لا خلي رقبتك دغري وراسك دغري، يلا لفي باتجاه المسرب، لفي بيّن آخر الشارع عدلي بس. قولي لي صعبة. بنزين بعدي عن السيارة، صح مقدار ثابت بس ايدك لا تنزل لتحت، يلا تعالي لعندي. تمام.
ترك البنزين وتأكد ان سرعتك 10. انا بدي كل الكربات على 10 لعندي. هاي الزاوية. هدي على البريك. قربي لعندي. يلا لفي. قلنا 10 مش 5. رسمت صح ولا عوجت؟ يلا روحي بنزين الكوربة اللي بعدها لعندي. اختاري المسرب. اتذكر الدرس السابق قلت لك ناخذ ستيرنج بمقدار الساعة بنزين مقدار الساعة واحدة. خذيه بمقدار الساعة واحدة بس. هاي ثنتين بس اوصل 11. وين ال 11؟ 12. بحافظ على الاستقامة. انت وين تطلع؟ حددي لي بالله نقطة النظر. هيك لا كنت تطلع هون زي ما قلتي. طب اه ممنوع نفقد سيطرة. يلا بدون بنزين السرعة 10. هيك وصلوا اجريك الشارع ولا لفيتي مسبقا؟ لفيت مسبقا لانه هي لافه. يلا لف. هلا بلف. تمام هيك راح نضرب بالحافه. ليش ما اجريكي ما فاتوا الشارع؟ انت جبتي اجريكي على مستوى الشارع. تمام؟ قيمي ايدك لو سمحت. طلعي. هيك اجريكي داخل الشارع نعم ام لا؟ طلعي ايدي. اللف كان سريع ولا اول باول رسم مع اعادة الحافة رسم الحافة؟ طيب طلع لي. انا راح اعطيكي قصة ثانية. تمام بس بدنا تصبر علي ثانية. انا طبعا بللت فاينة هيها وحطيت لك اياها عند شاشة السيطرة. هاي في تعريف ابعاد المركبة هاي طرف المراية اليمين. يعني مش هاي طرف المراية، هاي المراية اليمين صح؟ الزاوية طرفها هيها بالنسبة للسائق. خلي راسك دغري. احكي اللي انت شايفتي. احكي لي اللي انت شايفتي. احكي لي هيك الفاينة او المحل ما انا حطيت العلامة جاء الحافة نعم ام لا؟ حافة الطريق ولا جنب الحافة بشوي؟ جنبه. والفاينة انا بحكي شفتيها وينها؟ جنبه صح؟ طب ليش حطيت الفاينة هون على مستوى النظر؟ عشان الطالب ما ينزل عينه على الارض. لو تنزيلت العين على الارض تفقد سيطرة. الان بدي انا ارسم المسرب برسمها بنفس الاشي. طلع الفاينة، طلع كيف فوتها على المسرب ولفيت كمان مرة عشان تفهم التمرين. بنزين قيم ايدك. بنزين كمان. بنزين ترك البنزين نزلي السرعة على 10. طلع الفاينة ترك البريك. طلع الفاينة. وين الفاينة؟ قريبة من الحافة صح؟ على الحافة صح؟ طلعي الفاينة بس تفوت جوا الشارع قولي لي فاتت؟ طلعي لفيت. وين بدي اروح بالفاينة؟ على الحافة صار؟ لا تخليها تفوت جهة التراب. فهمني أكثر. ها هيك الفاينة وين راحت؟ هيك راح السيارة مستقبلها تفوت على التراب وهيك؟ لا هيك مستقيمة مع الحافة. وفهمتي علي؟ طلعي النقطة هاي. والله تمسك الكاميرا شوي. لا من هون هيك. ايوه ايوه هيك خليها. طلعي الفاينة مبينة؟ الفاين مبينة صح؟ خلي الكاميرا هيك مستقيم. تمام الفاين مبينة صح؟ طلعي نقطة الفاين بعدت عن السيارة لاحظتي ولا لا؟ ها الفاين هاي اللي هي مش الفاين اللي هي علامة نهاية شاشة السيطرة. هاي إذا راحت على الرصيف ها وين راحت هاي النقطة؟ حافة الرصيف. نعم الرصيف بالضبط صح؟ طيب طلع هيك مستقبلها السيارة تضرب بالرصيف لازم بعد شارع وهيك؟ هيك على المستوى بالضبط 100%. وصلت الفكرة؟ أعطيني كم أشوف أنت لفي. تفضلي نزلنا السرعة على 10. شاشة السيطرة بعدل بعدل بيدي بيدي نعدي بنزين
لا انت وين هيك بالمسارب بعدتي تركي البنزين؟ يا كم السرعة؟ أقل من 10. آه 10 هي 18. لف هاي حفت الفاين هون. أها بالضبط هي قاعدة بترسم حافة الطريق. الله وكيلك بعد شوي عشان ما نضربش الحافة الطريق. ورسمي جميل جميل، بلشت تفهمي علي.